خلينا نرجع للموسم اللي فات وحال الزمالك في الموسم اللي فات. كان في دروبات كتير حصلت مع الفرقه. طبعا نادي الزمالك بقاله كام سنه بعيد، لسه بنبني فريق. احنا تقريبا اصغر فريق في الدوري. السنه اللي فاتت حاولنا، كنا بنجاري وبنعافر وكنا قريبين، ربنا ما كرمناش. السنه ان شاء الله احنا احسن. معانا جهاز محترم، معانا محترف احسن، اللعيبه كبرت منتلي يعني، واخدنا على بعض اكتر، الكيمستري احسن. فان شاء الله السنه هنبقى يعني متفائل، وكلنا متفائلين ان احنا نكسب حاجه السنه دي باذن الله. شايف المنافسه الاقوى السنه دي هتكون مع مين؟ انا شايف اللي هي 50-50 مع كل الانديه، مين ال اهلي واتحاد سبورتنج برضو، وسبورتنج. فرقه محترمه. سبورتنج جاي برضو، فرقه محترمه جايه برضو، وصل السنه فاتت سيمي فاينل، جايين برضو فرقه محترمه برضو. تمام، برضو اعمارهم صغيرين، معظم لعيبه عمرهم سبورتنج صغيرين، عندهم كذا لعيب يعني اكسبيرينس، بس في المعظم عمرهم صغيرين. احنا تقريبا اصغر فريق في الدوري تمام، يعني، في المتوسط الاعمار عامه، متوسط عمر ما عندناش حد فوق ال 30. تمام. ف طيب المنافسه دايما بتكون مع الاهلي حساسه شويه طبعا، يعني ده دايما يعني. طبعا اكيد. بتكون الدنيا ازاي مع الاهلي؟ انت طبعا كنت لاعب في الاهلي وبعدين لعبت في الزمالك، انت بالنسبه لك انت انا بالنسبه لي بلعب في الزمالك، احنا ما ينفعش، لازم نكسب الاهلي تمام، ماتش لازم نكسب، ما فيش. احنا اوريدي اللعيبه مشحونه، عايز تكسب طبعا، ده حاجه كبيره. ونفس الكلام في اكيد في الفريق التاني. عجبني تفكيرك الاحترافي. طبعا يعني، ده بيتي وده لا برضو انت ما كنت مع الاهلي عايز تكسب الزمالك، ده بيتي برضو، وده حقك. ده انا محترف، لازم ده، ما النادي بيدفع لي فلوس عشان كده، تمام، برافو عليك، عشان ادي كل حاجه عندي. ف اكيد كل لعيب بيعمل كده.